السلام عليكم يا أحلى عالم. قبل فترة فتحت على بكش السيارات وفتحت ب16,000 UC وللأسف ما طلع لي شي، واليوم قررت أفتح عليها وتابعه للأخير. كلاسيكا بدي افتح السيارة بما انه ضل لها 3 ايام. اهو يلا بسم الله. ماشي يا كاسر، والله بسم الله. قول طلع لك ايه وما طلعلكش ايه وكده. ماشي ما طلعش شيء، ارجع كمان مرة. بسم الله. سهلة سهلة. دهش، معنى دهش. دهش، هاي بحظ دهش. ما طلعش شيء، بدي احط خط يا سيدي. لا لا، افتح بحظ، افتح بحظ. وهاي بحظ سيكا. طلعش شي، هاي بحظ كاسر. ما طلعش شي، هاي بحظ عم احمد. حظ يوسف، يوسف الهلفوت اسمه في البيت. بحظ يوسف، ما طلعش شي. هاي بحظ سيكا. طب هاي بحظ، بسم الله الرحمن الرحيم، هاي بحظ سيكا. هاي بحظ عم أحمد، هاي بحظ يوسف، هاي بحظ انت، انت هاي بحظ المتابعين، هاي بحظ المتابعين، هاي بحظ سيكا، هاي بحظ عم أحمد، هاي بحظ كبس، هاي بحظ يوسف، هاي بحظي، حظ المتابعين. واير جنالكو يا شباب، شحننا كمان 500 عملة. 500 وسيلة. واير جنالكو يا شباب، 500 UC. عم بفكر افتح بال60 UC. واي بحظ المتابعين يا شباب، بسم الله. هاي بحظ سيكا. هاي تطلع لي سيارة ب 60 يو سي. طلع لك عربية دلوقتي. نار 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 وشراء. هاي بحظ عم احمد حبيب القلب. واي بحظ، هاي اخر حظ، يا ريتني ما قلت بحظ. هاي بحظ يوسف، يوسف جاب العربية خلص، يوسف جاب. سيكا، فكر افتح الار بي، شو رايك؟ يلا دلوقتي روح يا شباب. هاي يلا يا شباب، معي 10,000 وراح نفتح فين ونشوف شو راح يطلع لنا فيه. بسم الله. على حظ اول، نبدأ بحظ عشان يبقى البكش كده. وهذا بحظ سيكا. طيب هذا بحظ المتابعين، الله عليكم متابعين. خوزي، هاي بحظ عم احمد. لا شوي، خلينا نفتح، خلينا نفتح المضمون. بسم الله. وهاي بحظ يوسف، هاي بحظ عم احمد. ما طلعش. هاي بحظ، هاي بحظ قيس، قيس الصديق الصدوق. هاي بحظ المتابعين،
طلعش اشي. هاي بحظ سيكا. بفتح بحظ اترو، اترو زي ما بيفتح هو كمان بحظ. بحظ اترو. والله طلع بدلي. طلع. طلعت بدلي زي الجناح الاسود. حلو. وهاي بحظ دهش. اوه حلو. وهاي بحظ ابو جاسم. يا هلا بابو جاسم. واخر حظ راح اخليها بحظ عم احمد الغالي. وهيك يا جماعة الخير كان اخر نهاية الفيديو، فتحنا وجبنا السيارة وفتحنا كمان على الار بي وبس. وان شاء الله يعجبكم هذا الفيديو. سلام.